السير دوناج الاسباب ديال الاحتجاج ديالك هنا. السيد الباشا كان كيجي عندي للحانوت. نعم. كيدي ما عندي سبرديلات والكيطمات. واحد النهار طاري نمرة التليفون تعرفنا انا وياه. طلعت عند طرق اللي بغات تشتغل معايا الدار مدة 4 سنين. نعم. طرقت العلاقة ديالنا مدة عامين. نعم. واحد النهار قال لي جيب لي 10 درهم باش تكبقة أرضية. 10؟ 10 درهم. نعم. جبت له 10 درهم من بعد اللي كنديروا العسل بخمسة شي 35 يطرد العسل. نعم. 2300 درهم ديال الحوايج 40000 ديال الحوايج. نعم. من بعد 2011 قال لك السيد هذا جيب لي مليون باش عندك الحانوت في المحطه الطرقيه. ما كاين لا حانوت لا والو، كاينه غير النص. نعم. السيد هذا راه شردني وشردني على ولادي ودار لي رزقي. نهار اللي كان في الرباط قال لي سير عند مازوزي عطيك 500 باش كيطرد لي سانوس رئيس الجامعه مازوزي. نعم. كنت عند مازوزي للدار قال لي عطيك غير 50 يطر دابا دوني للحبس مول الباشا دابا تخرجوا عليا. طاري 50 يطرو ديال الاسلام صرفت عند هاد البيوت اللي هنايا بالبوان ومشيت لافريقيا طاري فيها 45 فرانك. اش مازال كتزيد اسي؟ قلنا هاد الباشا هذا راه تشراه شربني ودا لي رزق ولدي كيهددني بالقتل. كيفاش كيهددك بالقتل؟ فهمنا. كتب تخوي مدينه دريش مو الرئيس ولا نقتلوك مو مازوزي رئيس الجامعه. واش كطالب دابا حاليا؟ دابا كنطالب الحقوق ديالي والخدمه ديالي والفلوس اللي نصب عليا فيهم هاد الباشا هذا. سبق لك خدمتي عنده ولا؟ 4 سنين درت معاه في الدار، كنت كنسولو جوج ديال، كيجيو عند الناس من برا كنت كنوكلهم ونشرب له على ظهري. دابا كنطلب من وزير الداخليه يدي هاد النداء هذا مباشر، اللي كيحكم في مجال باشاوات المغرب كامل. نعم اسي. ان هاد الباشا هذا راه دالي رزقي وانا بحاله انتحار. غدا ان شاء الله في 10 الصباح غادي ينتحر له هنايا في ليسانس 5 يطرد ليسانس لما طاريش رزقي. راه كيسمع الجميع.